وبعد الفرح وقبل ما غير فستاني سمعته بيضحك ويقول لي: أخيراً أخيراً بقيتي ملكي وأقدر أعمل فيكي كل اللي أنا عايزه. واتفاجئت بألم على وشي ومسك شعري وقال لي: هدفعك تمن كل اللي أبوكي عمله فيا، والله والله لا خليه يتحسر عليكي ويموت كل ثانية عشان بس يتمنى إنه يشوفك. اتصدمت وقلت له وأنا بتألم: زياد مالك، في إيه وإيه اللي أنت بتعمله ده؟ ضحك ضحكة شيطانية وقال لي: أحب أعرفك بنفسي، أنا زياد ابن الست رجاء الأرملة اللي أبوكي ضحك عليها واتجوزها وخد فلوسها ورماها هي وابنها في الشارع لكلاب السكك من غير لا شفقة ولا رحمة. بس أنا بقى رجعت وأنا واخد عهد على نفسي إني لازم أخد حقها ولازم أدفعكم كلكم التمن وأهر أهلك عليكي وأوجعهم. كان بيتكلم بكل حقد وكره غريب، شكله كان متغير بطريقة مش معقولة، كأنه وحش. لا يمكن يكون ده زياد الشخص الخلوق اللي حبيته من قلبي، يتحول بالشكل ده إزاي؟ وإيه اللي بيقوله ده؟ وإيه علاقة بابا بمامته؟ اتكلمت وقلت له: زياد فوق، أنا عزة حبيبتك ومراتك، أنت فيك إيه بس؟ وبتتكلم ليه كده؟ ضحك وقال لي: اخرسي، اوعى اسمعك تنطقي الكلمة دي تاني، أنا استحالة يكون اسمك على اسمي أو أسمح لك في يوم تنولي الشرف ده، أنت بنت أبوك النصاب. قلت له: بابا، أنا بابا عمره ما عمل حاجة غلط. ضحك بصوت عالي وقال لي: جدا شريف قوي، ما هو لازم يمثل عليك دور الشريف العصامي اللي بنى نفسه بنفسه، لكن الحقيقة هو عكس كده خالص. الرجل العظيم اللي لابس ثوب العفة والشرف ما هو إلا شخص انتهازي ووصولي وحرامي ونصاب، أكل مال اليتيم واستغل ست ضعيفة اتحمت فيه من غدر الزمن، هي وابنها الصغير افتكرته راجل يحميها ويحمي ابنها وفلوسها وأمنته وخانها، وكان السبب في موتها بعد ما سرقها، ماتت بقهرتها من اللي عملوا فيها الندل الخسيس. كنت بأسمعه وأنا مش مصدقة، معقولة بابا يعمل اللي قاله ده؟ استحالة استحالة أصدق الكلام ده على بابا. وزعقت وقلت له: اخرس، اوعى اسمعك تقول كلمة واحدة على بابا، ده أشرف راجل على وجه الأرض. ضحك جامد ومسكني من شعري وقال لي: أشرف راجل على وجه الأرض ده هوريكي وشه الحقيقي. وزقني وقعت على السرير وأنا بعيط، وسابني وخرج بعد ما قفل الباب عليا بالمفتاح. فضلت عيط وأنا مش مصدقة اللي بيحصل لي، إزاي يحصل لي كده وفي ليلة زي دي؟ المفروض إنها تكون أسعد ليلة في العمر كله، تتحول لكده؟ تتحول لأتعس ليلة واتصدم؟ اتصدم في اكتر اتنين حبيتهم في عمري كله. قمت وقلعت فستاني واتوضيت وفضلت اصلي، ما كانش في باب تاني الجأ لي غير الباب اللي مش بيتقفل ابدا، وفضلت اصلي وادعي ربنا انه يسترها معايا وينجيني من اللي انا فيه. صليت كتير لحد ما نمت على سجادة الصلاة. بس الغريب اني حلمت بزياد كان قاعد في مكان ضلمة وبيعيط، وأنا بحاول أقطع المسافة اللي بيننا عشان أوصله، بس كان هو بيبعد أكتر وأكتر. فضلت نادي عليه بس كان رافض يسمعني، وفجأة صرخت لما وقعت في حفرة ضلمة وصحيت وأنا مرعوبة وقلبي مقبوض. مسكت المصحف وفضلت أقرأ قرآن، كل ده وزياد بيراقبني. فضل لوحده برا وكأنه بيفكر أو بيخطط لحاجة، وأنا من التعب نمت وأنا بفكر في مصيري مع زياد. عدى كام يوم ومفيش بيني وبين أهلي أي اتصال، وزياد مستمر في حبسه ليا، يدوب يفتح يحطلي الأكل وأنا رافضة الأكل نهائي. كل اللي كنت بعمله إن أصلي، وكان كل ما يدخل يلاقيني بصلي يا إما بقرأ قرآن. كان يبصلي ويقولي: يا ترى هتفضلي ترفضي الأكل كده كتير؟ اوعي تفتكري إنك بكده بتضغطي عليا، ولا تكوني فاكرة إني هيخيل عليا التمثيل وشوية الحركات اللي انت بتعمليهم وشغل المشيخة والورع والإيمان ده، ما هو بالعقل كده اللي زي أبوكي ده هيطلع إغر الشيطانة زيه، بس يظهر إنك أخطر من أبوكي لأنك لابسة قناع التقوى.
صحيح حية وتعبانة، لكن على مين؟ انسي، ده أنا واخدها من تحت قوي. اترميت في الشارع واتربيت في الملجأ وشربت من المر وأكلت الحنضل والبركة في أبوكي. لولا عمي دور عليا وأخدني معاه ورعاني كنت زماني بقيت حد تاني. فما تجيش تكرري نفس اللعبة القديمة اللي أبوكي لعبها على أمي وهي أمنت له. اوعي تفكري إنك ممكن تلعبيها عليا. كنت بسمع كلامه اللي كان بيقتلني من جوايا، لأن للأسف أنا بحبه ولحد دلوقتي مش قادرة أكرهه. إحنا بشر مش آلات، قلوبنا مش كيبورد نضغط على زراير ينفذ الأمر. بصيت في عينيه ورغم إنه كان بيزعق إلا إني لمحت فيها لمعة حب غريبة. ما فهمتش، معقولة؟ معقول يكون بيحبني؟ معقول يتجمع الحب والكره في نفس القلب؟ مع إنه كان بيحاول يخبيها بالكلام المهين اللي بيقوله، بس زهرة، أصل الحب مش بيستخبى ولا بيتدارى. رديت وقلت له بكل هدوء: بص يا زياد، بالرغم إني موجوعة منك إلا إني عذرك، أنت خسرت مامتك وده مش هين، بس أنت لو فكرت شوية هتلاقي إنك بتلوم على بابا وبتقول عليه ندل عشان ضحك على مامتك ولعب بمشاعرها. بس أنت مش أقل ندلة منه، عملت نفس اللي هو عمله. حكاية بقى إني لابسة قناع التقوى وإني بحاول أستعطفك، فده أنت برضو عملته. أنت مثلت عليا الاحترام والالتزام لحد ما حبيتك، فاوعى تحاول تلوث علاقتي بربنا، لأن الإيمان والعبادة علاقة بين العبد وربه، هو بس اللي ليه الحق في تقديرها. إن كان ليك حق عند بابا روح واجهه وقول له أنا ليه حق عندك واتفاهم مع راجل لراجل، أما أنا فحق عند ربنا ومش هاخده منك، بس هطلبه من ربنا وهو بس اللي عالم باللي في القلوب. أنت لما تقدمت لي أنا استخرت ربنا فيك، وأنا مؤمنة أن ربنا ما بيظلمش حد، فلما حبيتك كانت دي إشارة. عشان كده أنا واثقة من ربنا وعارفة أنه مش هيقضى لي الشر، وثقتي فيه أقوى من أي حاجة. هو اللي هيحميني منك ومن نار حقدك، وقادر يحميك من شرك ومن النار اللي بتنهش في قلبك قبل ما تحرقك وتدمرك. نار الانتقام ما بتحرقش غير اللي كبشها، المظلوم اللي اتظلم وده طعم الظلم عمره ما يظلم غيره. انت نسيت وانت في دارية انتقامك انك اتحولت لإنسان ظالم زيك زي غيرك. انا وثقت فيك وانت خنت ثقتي، انا حبيتك وانت خدعتني، فانا استحالة اعمل زيك، انا ماليش غيره. روح يا زياد طهر قلبك يمكن تلاقي النجاة. معرفش ليه حسيته بيسمعني بقلبه، عشان كده سابني ومشي. وعدى كام يوم على نفس الحال، بس حسيت ان جسمي بدأ يتعب وما بقتش قادرة اقوم من مكاني. وزياد كل ما يشوفني يتجنن ويقول لي انت لازم تاكلي، بس انا كنت برفض. وفجأة سمعت جرس الباب وسمعت صوت بابا كان بيتخانق مع زياد وبيقول له: فين بنتي؟ عملت فيها ايه؟ انت قسما بالله موتك لو حصل لها حاجة. رد زياد وقال له: ما تخافش يا باشا، انا بس حبيت ادوقك طعم الفراق، وخصوصا لما يكون احب انسان على قلبك، بس انا طلعت اكرم منك وما رضيتش احرمك من بنتك زي ما انت حرمتني من امي. رد بابا عليه وقال له: انا بقول لك بنتي فين؟ انت مش اخدت كل اللي انت عايزه وتنزلت لك على كل حاجه؟ سيب لي بنتي، انا عايز اخدها وامشي. رد زياد بعصبيه وقال له: تاخد مين؟ انا قلت لك هسمح لك تشوفها وتطمن عليها، انما تاخدها ده على جثتي، دي مراتي يا باشا. بابا قال له: انا لو ما خرجتش ببنتي هخلص عليك، انت فاهم؟ وفضل ينادي عليا: يا عزة انت فين يا عزة؟ وفضل يدور عليا في كل الاوض لحد ما وصل لاوضتي ولقاني على السرير في حاله ضعف عام، مش قادره اقوم ولا حتى قادره اتكلم. بابا اتجنن وقال لي: فيكي ايه؟ عمل فيكي ايه المجرم ده؟ قومي قومي تعالي معايا، حقك عليا، انا اللي سلمتك بايدي للمجرم ده وانا معرفش. قومي يا عزه، قومي يا حبيبتي. وانا بحاول اقوم مع بابا، زياد منع بابا وقال له: دي مراتي ومش هتتنقل من هنا قلت لك. وبدا بابا يبعد زياد بعيد عني، وكذلك زياد. بابا خرج مسدس من جيبه وقال لي: زياد
ابعد عنها لأخلص عليك حالا. أنا عناية وسعت من الصدمة. معقول؟ معقول أشوف أكتر اتنين بحبهم وهم بيضيعوا قدام عينيا؟ ما كنتش متخيلة إن في لحظة واحدة هخسرهم هما الاتنين. قمت معرفش إزاي وقدرت أقف قدام بابا مكان زياد وأنا بصرخ وبقول له لا يا بابا لا ما تعملش كده. بس كانت خرجت الرصاصة وجت فيا أنا، وفجأة الدنيا سودت في عيني وشفت شريط حياتي كلها قدام عينيا، بيتنا وحنية بابا وحب ماما ودفى الأسرة، زياد وخطوبة وفرح وحبي واشتياقي ليه وجوازنا وصدمتي فيه إهانته وضربه ليا، حبه اللي شايفاه في عينيه، زهق وخناق بابا مع زياد، صوت ضرب النار. كل شريط حياتي بيمر بسرعة رهيبة وقلبي بينبض بقوة، سمع نبضه، أصوات كتير حواليا، كلام كتير مش مفهوم، كأني بغرق في بحر ملوش آخر. وفي وسط كل ده سمعت صوته وسمعته بينادي عليا، كان بيعيط جامد قوي وبيقولي سامحيني يا عز، سامحيني أرجوكي اوعي تسيبيني، انتي القلب الوحيد اللي قدر يحتويني، انا ما كنتش بخدعك والله، انا حبيتك بجد، بس الانتقام كان عاميني ان اشوف الحب او احس جماله، الكره والحقد طمس على قلبي وضعف نبضه واحساسه بالحياه، سامحيني يا عزه. حسيت بلمسه ايده وهو بيضغط على ايدي، كنت عايزه اقول له اني مسامحاه وان هو الشخص الوحيد اللي قلبي حبه. سمعته بيضحك من بين دموعه وبيقول لي انت سامعاني صح؟ صح يا عزه. ضغط على ايدي تاني ونده على الدكتور، وسمعت بابا بينادي عليا، واخيرا فتحت عيني لقيت نفسي في اوضه في مستشفى وزياد قاعد على الكرسي اللي جنبي. الدكتور ابتسم وقال لي حمد لله على سلامتك، اخيرا فقت يا ست البنات. عرفت اني بسبب الرصاصه نزفت دم كتير، وان زياد هو اللي اتبرع لي بدمه، وان فضلت اسبوع في غيبوبه وفضل جنبي وكان كل يوم يكلمني ويعترف لي بحبه ليا، وانه ندم لما فكر في الانتقام، لان فعلا نار الانتقام بتحرق وما بتفرقش بين الاخضر واليابس. وبابا طلب من زياد انه يسامحه، وزياد قال له انه مش عايز فلوس وانه بيحبني واني عنده بالدنيا كلها، ووعده انه عمره ما هيزعلني تاني، بس انا ارضى واسامحه. وانا الحمد لله تعفيت وسامحت زياد وعشت معاه في حب وسعاده، وربنا كرمنا برحمه بنتي. انا سميتها رحمه عشان تكون رساله لكل واحد فكر ان الانتقام ممكن يرجع له حقه، ربنا عنده خلاص الحق، في رب عظيم وكريم قادر يغير كل شيء في ثانيه. الظلم والانتقام سلسله من الشر ومش هتعرف تخرج منها. في ناس شايفه ان التسامح انكسار وان الصمت هزيمه، لكنهم ما يعرفوش ان التسامح عايز قوه اكبر من قوه الانتقام، وان الصمت اقوى من اي كلام، وان الحب اقوى من اي سلاح.